نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ببلدان أمريكا الجنوبية بباخينا دوسي، التي كتبت أن الحكومة الأرجنتينية تعتزم تمديد فترة الحجر الصحي إلى ما بعد 26 أبريل الجارية، مسجلة أن نتائج الشهر الأول من الحجر كانت إيجابية إلى حد ما. وفي البرازيل، أشارت فوليا دي ساو باولو إلى أن الرئيس جايير بولسونارو دافع عن الديمقراطية والحرية وعارض الحل المحتمل للكونغرس والمحكمة العليا، كما هتف بذلك أنصاره خلال المظاهرة التي شارك فيها أول أمس الأحد. وإلى يومية بيروبينتيونو البيروفية التي تخبر قراءها بأن قضية إلغاء الحصانة البرلمانية تتصدر أجندة لجنة الدستور بالبرلمان، وذكرت أن رئيس اللجنة المذكورة أشار إلى أن إلغاء الحصانة كان من ضمن الوعود الانتخابية للعديد من أعضاء البرلمان. وأما لاثيرتيرا الشيلية فأفادت بوفاة سيرجيو أونوفري، مؤسس حزب التجديد الوطني ووزير الداخلية إبان حقبة ديكتاتورية أوغوستو بينوتشيت، مشيرة إلى أن الراحل كان يعد شخصية بارزة ضمن صفوف المعارضة خلال حكومة الرئيس الأسبق سالفادور أييندي. وننهي جولتنا من كولومبيا بإلتيمبو، التي أفادت بتسجيل انخفاض كبير في معدل جرائم القتل منذ بدء سريان الحجر الصحي المفروض لوقف انتشار جائحة كورونا، وذكرت أن عدد جرائم القتل تراجع بنسبة 50.6% خلال الفترة المحددة بين 25 مارس الماضي، أي قبل يوم واحد من فرض الحجر، و16 أبريل الجاري.